3人組で、ね、يا حيا وينك؟ محمود ولا ليك وحشة؟ حتى انت صعب شنحويلك صفا الحمد لله لبس عليك الحمد لله بابا عايشك لبس عايشك عنده الحق بابا كي قال لي سنس روحك على شنو تحكي؟ ولينا نراوك كل يوم جيت مروكي مزال ما جاش مزال كنت حب ارجع له ولا استناه البر ويا مروكي أنا خلطت أنا نستناك باه 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 يعني هون يا محمد ابعث لي قهوة تدلل يا باي عايشك مرديخل مش قدام الحانوت البياع الكل قدام حوالتهم شنو المشكلة؟ هذاكم البياع زيد باش تقعد يقفك المكان اللي يتعدى كحل وادخل داخل غيرتك هذي سايبها على مرتك مش علي أنا تحب تهبلني أنت شنو اللي تعمل فيه؟ أنا اللي نعمل ولا أنت؟ شنو؟ عمل لي اللي نحبك ولا نصبر عليك؟ ثبت روحك عاد مرة ابعدني واخرج من مخي ومرة تجي سايب في غيرتك عليا أما غيرة فيش تحكي ما تقفش قدام الحانوت ابعد على عيسى ماهوش بتاعك شنو يتسمى هذا؟ يتسمى خوف خايف عليك كيف؟ أوه بارك الله فيك أنت خايف لنحب حد غيرك وننساك لا أي وتهنى عيسى نحبه وباش نعرس بيه لا ما تحبوش أنت تعرف هذا كلش متى فيه أنا أما وراسك في الأخير ما قاعدة تشمت كان في روحك شميتة إن شاء الله لبس علي ما عملتهاش قبل سليم ما كنش باش تاخذوا بنتو في أنا هذاك قبل مشى في قبل أما عيسى حاجة أخرى بتبيع حاجة أخرى سيد خامش مسخ وزيد يتاجر في الزطلة يا أخي ما تحشمش على روحك قاعد تكذب مانيش نكذب وباش يكون في بالك حتى المنبوه نكر فيه هذا اللي تقول انت تحبه هلا يا امبوسيبل هابش نكلم هل المخ كون قسمة فريخ قلت لك ما هوش متاعك ما عاش دور بيه النبع عليك تهدد فيه؟ اي وكان اسمع بيه قبلته ولا حتى حكيت معه إلى ما نقتله هو ما عاش تخدم مخك وتقلب الحكاية قدام مرتي واضح؟